بمعنويات مرتفعة وطموحات عالية بدأت مع العام الحالي، تدخل كتيبة النادي الأهلي اليوم مواجهة البنك الأهلي في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والتي ستقام بالإسكندرية لمواصلة الانتصارات وتقديم عروضه القوية التي تنتظرها جماهير المارد الأحمر دائما. الانتصار الأخير الذي حققه الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في لقاء شهد تألقا ملحوظا للاعب المخضرم وليد سليمان، منح الفريق دفعة قوية لمواصلة النجاح في تصدر مسابقة الدوري، والتي يحتل قمتها الأهلي برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل سلبي وحيد أمام وادي دجلة. سجل لاعب الفريق 16 هدفا وسكن شباك الحارس الدولي محمد الشناوي هدفان. وخلال 48 ساعة الأخيرة أتم الفريق استعداداته الجمعة والسبت بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق لرغبة المدير الفني في منح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن ضغط المباريات. ويبحث المارد الأحمر عن فوز جديد يزيد من الدفعة المعنوية للاعبين قبل الذهاب إلى المعترك العالمي للمنافسة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق مطلع الشهر المقبل، ويشارك فيها نسر القلعة الحمراء بصفته بطل القارة السمراء بجانب كبير أندية أوروبا حاليا بايرن ميونخ، وبطل الكونكاكاف تايجر أونال المكسيكي، وبطل آسيا أولسان هيونداي الكوري بجانب الدحيل القطري. القرعة بطل كأس ليبرتادوريس الذي سيكون أحد ممثلي البرازيل سانتوس أو بالميراس.